الكاريزما ضريح في أرواح الناس، لا يمكن شراؤه بالمال. إنها طاقة غير مرئية مع تأثيرات مرئية. ماريان ويليامسون. الأشخاص الذين يتمتعون بالكاريزما يفعلون الأمور بشكل مختلف. من الجيد أن تفهم تصرفاتهم وسلوكهم لتعمل على تطوير مميزات الشخصية الكاريزمية لديك. لذا سنرى اليوم 11 شيئاً مختلفاً لدى الأشخاص الكاريزميين. أولاً، هم ناشروا البهجة. إن الحياة صعبة والناس ينجذبون إلى المرح والفرح مثلما تنجذب الفراشات إلى النور. سواء كان أسلوبك مفعماً بالحيوية أو أكثر هدوءاً، عندما تكون سعيداً يريد الناس ببساطة أن يكونوا حولك. ثانياً، يروون القصص. هناك العديد من التجارب البشرية الشائعة التي من المحتمل أن يشاركها معك أفضل أصدقائك أو الرجل الذي تلتقيه صدفة في الحافلة على حد سواء. الأشخاص الكاريزميون هم الأشخاص الذين يشاركون قصصهم بالفعل ويجعلون جميع من حولهم يضحكون ويتحدثون معا. ما هو السر؟ امتلاك الشجاعة لمشاركة قصصك. ثالثاً، يلهمون الثقة. صافح بحزم وانظر إلى الناس في أعينهم عندما تتحدث معهم، وركز على الشخص الذي أمامك وتعامل باحترام وود. هل يبدو لك الأمر بسيطاً؟ ليس دائماً، ولكن مع الوقت يمكنك بناء التعامل اللبق، لأن الأشخاص الكاريزميين لديهم هذه المهارات بنسبة كبيرة. رابعاً، شغوفون. مع من تريد الذهاب للعشاء؟ مع الشخص الذي يتحدث بشغف عن حياته وتفاصيله، أو الشخص الرتيب الذي لا يبدو أنه يهتم بأي شيء؟ الناس الكاريزميون متحمسون وشغوفون. إنهم يريدون إخبارك عن الحياة والتفاصيل والمواضيع الملهمة والمثيرة للاهتمام. خامساً، يستمعون لك بصدق. لا أحد يحب حديث الآخرين عن أنفسهم. مفتاح الكاريزما هو القدرة على إلهام الآخرين للتفاعل معك ومع بعضهم البعض دون أن تتحدث عن نفسك بغرور. ولذلك يستمتع الأشخاص الكاريزميون باهتمام للتحقق من أفكار الآخرين ومشاعرهم. سادساً، متعاطفون. غالباً ما يتم وصف الأشخاص ذوي الشخصية الكاريزمية بأنهم يمكن التفاهم معهم، وهي سمة متجذرة عادةً في الشخصية المتعاطفة. سواء كان الشخص الكاريزمي يتفق مع جمهوره أم لا، فهو قادر على الحفاظ على موقف المتفهم والمتعاطف. سابعاً، يهتمون بالتفاصيل. الأشخاص الكاريزميون يهتمون بالتفاصيل ويطرحون الأسئلة ويعيدون توجيه المحادثة وفقاً للغة جسد المتقبل. ثامناً، لا يسلمون من النقد الاجتماعي. الأشخاص الكاريزميون هم شخصيات بارزة. الاختلاف معهم والنقد أمران لا مفر منهما، لكن هؤلاء الناس يتعاملون مع الأمر بهدوء ويستمرون في فعل ما يفعلونه. تاسعاً، يغتنمون الفرص. الجميع يخافون من الفشل، لكن الكاريزميين لا يتنصلون منه. إنهم يسعون بشجاعة خلف ما يريدون ويخاطرون حتى حين يكون احتمال فشلهم عالياً. هم يعيشون بشعار ما أسوأ ما يمكن أن يحدث، وللمفارقة إنهم يفشلون لكنهم يحصلون على ما يريدون أكثر مما يتوقعون. عاشراً، نشيطون. لا يمكن وصف الشخص بأنه كاريزمي ما لم ينجذب إليه الناس، وهو ما يعني أن الشخص الكاريزمي منخرط مع المجتمع حوله، سواء من خلال صالة الألعاب الرياضية أو المدرسة أو النادي الاجتماعي أو أي وظيفة مجتمعية أخرى. 11. يرون النصف الممتلئ للكأس. جميعنا نمر بأيام عصيبة،
وهناك أشياء صعبة تحدث في العالم كل لحظة وكل يوم، لكن الكاريزميين يضعون السلبية جانباً حتى عندما يقدمون تقييماً أو نقداً صريحاً وقاسياً، فإنهم يفعلون ذلك بطريقة بناءة، ويعكس اختيار كلماتهم ولغة جسدهم وموقفهم. شاركنا، هل تتمتع ببعض هذه الصفات أو كلها؟ اترك لنا تعليقاً.